نار تفرقنا. الطار 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها المحكمة حضوريا على المتهمة نصرة عبد الرحمن خليل في الجناية رقم 388 بإحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي. نصرة خدت إعدام؟ أيوة يا عمي. مستنيني يا رجالة، يلا افرحوا فرحوا. ها
كانوا زفه كبيره زي زفه الانتخابات، ها، وتلفوا الصفنيه كلها تبشروا الاهالي بالخبر الجيد. بس انا عمري ما شفتك مبسوط قد اليومين دول. ايوه خلاص الحمد لله فتحت من نازل اللي اسمها نصره دي، وهيغلط في 60 داهيه دوليه. شوف يا ما حفرت لي بدل حفره 100 حفره. وديك بدل ما تحفر لها حفره لفيت حبل المشنقه حوالين رقبتها. ايوه امال ايه، وبكره هيطلع القرار بتاع المفتي باعدامها، وان شاء الله الحكم يتقيد في النقد. وابقى ارتحت منيها وافضل بقى للشعابنا ده بعد ما تكون اللي حامياهم دي غارت في 60 داهيه. اخبار قضيتهم معاك ايه؟ ما بذلت كل جهدي عشان النيابه ما تحولش القضيه للمحكمه. مستني بس لحد الانتخابات ما تخلص. بس هما مش ساكتين، ده بعتوا يا جميل تلغراف للنائب العام عشان يحول القضيه للمحكمه. وانت هتخلص من الصراعات دي امتى؟ هانت هانت يا صافي. خير؟ ده مين ده؟ الو يا ابو صالح، اخبارك ايه؟ ايه انت بتقول ايه؟ طيب خلاص ماشي. لا 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 انا حصر، مع السلامه. انت في ايه جديد؟ مصيبه ثانيه عندكم في البلد؟ العمده الجديد قبض على هيما ام صلحي. بقول لك يا صافي انا لازم اسافر دلوقتي. هو انت لحقت؟ وبعدها لك يا ولد هتفضل على الحال ده الميت، ده انت دجنك مش عاوز تحلقها. كل ده ليه يا ولد؟ عشان بنت نصرة قالت لك طلقني؟ يا اخي طلقها وريح نفسك، بركة يا جامع. يحيى يا ولدي، فكر زين يا ولدي وعجلها، رد مرتك يا يحيى، رد مرتك علشان ولدك يتربى وسطينا، عشان خاطر امك. يحيى يحيى يا ولدي، رايح فين؟ بعدين يا هارون هتسكت اللي عمله معانا عمدة الصفوانية الجديد؟ اللي يستجرع على حد مننا يا جدي لازم يتقطع يده. الوقت اللي اسمه احمد ده لازم انا اقدبه. اصبر يا هيما. انا اصبر لحد ميت يا جدي؟ يبقى لساك ما عرفتش جدك. كل حاجة عندي ليها معاد. عندك حق يا جدي. طيب قوم قوم انتوا ارتاحوا، سبحوا وغيروا خلقاتكم. يلا قوم روح انت كمان، روح انت. لا انا عايز حقي يا هارون، ما بقاش شيخ الغفر اللي البلد كلها كنت ماشيها على عجين ما تلخبطوش، يجي واحد زي ده يقبض علي ويزني ويزن جيبتي قدام البلد كلها. انا عاوز حقي يا هارون. اطمن يا مصلحي اطمن، حقك هيجيلك ثالث ومثلث. قوم انت نام مرتاح، حط بطنك بطيخة صيفي. قوم ماشي يا ولد عمي، ماشي بالاذن. مع السلامة. وسلمك. عامل ايه يا سناء؟ قعدتي هنا مالهاش عازة يا عمي. ويحيى باين عليه عمره ما هيردني. أنا بستأذن منيك أعود بيت أبوي. ماشي يا بنت براحتك.
بس يا ريت يعني تاجي كل اسبوع كده انت والواد نشوفوه تقضوا معنا يوم حتى ما نشوفه نعمل ايه مع جوزك. عيني عليك يا حاجة، ما دقتش الاكل من ساعة ما جت من المحكمة. الهي ما تحكم علينا. ده يا سودة يا بنتي يا زكية لا تموت من الجوع قبل ما يشنقوش. وطي صوتك، عيب عليك يا شيخ، سيبي الولية في حالها، كفاية اللي هي فيه. هيمة هنية وحشتك قوي. أنا توحشتك أكتر يا هنية. عوقتك ده ليه؟ أنا كل اللي عوقته من خمس دقايق وجاي عشان أردك. طب يلا ردني ردني. هنية أنت باه، مين اللي هيجينا دلوك؟ نشوف مين. لا سيبي لي على الباب دلوقتي، ردني الاول. مستعجله على ايه؟ مستعجله، يلا ردني ردني. انا مستعجل ومكروب كربان اقرب من كربانتك، بس نشوفوا مين الاول. دي شهد هنية مسعود. خير يا حضره الضابط. ايوه انا هنية. احنا عندنا امر بالقبض عليك. واه تقبضوا عليه ليه؟ علي ليه يا حضرتك وكيل النيابه؟ انا عملت ايه؟ انت متهمه بالاستيلاء على ارض الدوله والبناء عليها. ارض دوله؟ دوله ايه؟ دي ارضي. ارضي؟ ايوه انا مشترياها ودفعه ثمنها على داير المليم. في الارض اللي بتبني عليها دي ارض دوله. انا بقول لك انها ارضي، انا مشترياها بعقد. فين العقد ده؟ العقد مع هيمه، قصدي مع ابراهيم، قصدي جوزي. طليقي هو يعني ما لحقش يردني، يعني لما جيتم قبضتم علي حتى سألوه. عندك أقوال تانية؟ لا بليز. راح فين؟ ماشي. ماشي ازاي؟ اكتب على محمد. قررنا نحن ثروة إبراهيم وكيل النائب العام بحبس المتهمة هنية مسعودة في الساعة 4 أيام على ذمة التحقيق. يا مري هتحبسوني؟ والله أنا مشترياها بعقد، اسألي هيمة. ده عقد ابتدائي، يعني مش متسجل. تمام جنابك. أنا لما قلت لصاحب الأرض اللي باع لهنية يسجل، قالنا بعدين قدام شوي عشان الحكاية دي تاخد وقت. الراجل اللي باع لكم الأرض ده راجل نصاب. باه، نصاب؟ أيوة، لأن الأرض دي مش ملك، دي أرض الدولة. جنابك إحنا ما كناش نعرف حاجة زي دي. طب لما هو نصاب هاتوه حققوا معاه وهاتوا لنا فلوسنا. انت ايه علاقتك بالمتهم؟ لا مؤاخذة تبقى طليقتي، لكن انا ما مضيش على اي ورقه تخص الارض اللي اشتريناها ولا الشقق اللي السكان حجزوها في البرج الاولاني. انا كمان اتضحك عليا جدي، ما كنتش خابر اللي باع الارض الهنيه ده نصاب. اتضحك عليك عليا انا يا تلقاك طبيخه معاه. كلامي ده جدي، يعني هنية كانت مرضي، كيف اعمل فيها حاجه عفشك ده؟ عرفش ليه مش قادر اصدقك. وانا هكدب عليك ليه يا جدي؟ زي ما كدبت عليا قبل سابق لما سالتك قلت لك في حاجه بينك وبين هنية، قلت لي لا. صدقني المره دي يا جدي. العموم هنية تستاهل اللي جرى لها، ضبور وزن على خراب عشه. شوف يا هي لما لافت عليك قلتها جوازة بلجوشي واطلع من وراها بكد كده. ها ما نسيتي شغلتك بتاع زمان بتاع المولد، شغل الثلاث ورقات. دايما ظلمني انت كده يا جدي. بقول لك ايه، هي الارض اللي اشتريتها هنية دي تمن ارقام هلا 8 مليون بس. بقول لك ايه يا جدي، ما تجيب الفلوس دي اشغلها لك. بقول لك احنا الاثنين اتنصب علينا، تقول لي هات فلوس اشغلها لك؟ ده انا معاه حلتيش اللظى، وكنت جاي مايل عليك اقول لك اديني قرشين افك بيهم نفسي. كان ذياب قاعد قدامي. اللي خلف ما ماتش. انا بصراحه ممدوح لا عارف اقول لك ايه ولا عارف اساعدك ازاي في موضوع والدتك ده. دي قضيه كبيره مش صغيره، دي ارض دوله. هموت واعرف دي اصلا عايزه ايه تاني من الدنيا اكتر من كده.
مش كفاية جوازات اللي في السر والفضايح اللي عاملاها، كمان قضية وسجن وقرف. معلش يا ممدوح، أنا آسف، أنا مش قصدي أضايقك. بعد إذنك أبويا. أستاذ أحمد، ازيك يا روش؟ ازيك؟ مالك زي ما يكون في عندك مشكلة كبيرة؟ لا مش حاجة، اتفضل. أنا كنت هنا بعمل حلقة من البرنامج بتاعي، ولما شفتك بصراحة اتفاجئت. برنامج؟ أصل أنا دلوقتي بشتغل مراسلة في قناة MMB وبعمل تقارير مصورة للقناة. مبروك. الله يبارك فيك. على فكرة أنا سمعت عن مشكلة الحاجة نصرة حميدة وكنت متابعاها كويس قوي. معلش يا أحمد، قلبي معاك. وعلى فكرة أنا واثقة من براءتها من اللي أنت يعني حكيتولي عنها، ولو عاوز تعمل أي حاجة عن المشكلة دي في البرنامج بتاعي أنا ما عنديش أي مشكلة. بص، ده الكارت بتاعي فيه كل الأرقام الجديدة بتاعتي. اتفضل أحمد، يا ريت لو نتعشى مع بعض النهاردة. ماشي. بتقولي يا روز وعايزه ايه؟ انت فاكره ان انت كده هترجعي اللي كان؟ انا اسف، مش هينفع، مش عايز اتعشى معاكي، وكارتك مش عايزه. للدرجه دي يا احمد؟ وقدرت تهني بالشكل ده وبعد كل اللي عملته فيا قبل كده واستحملته منك؟ بس ماشي ماشي يا احمد، المره دي محدش هيدفع الثمن غيرك. جيتك عندي غالي عليا قوي يا ام سعيد. احنا ملناش غيرك دلوقتي يا هارون بيه، انت كبرنا ومجامك في مجاب ابو سعيد الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. يا ريت تكلم حد من حبايبك الكبار تخليهم يفرجوا عن هنية. ما ينفعش يا مسعيد، هنية اتحبست بأمر النيابة، ما حدش يقدر يتدخل في حاجة زي دي. يعني ايه؟ هنسيب هنية تتحبس؟ لحد ما يقبضوا عن النصاب اللي ضحك عليها وباع لها أرض الحكومة ويتسجن بدلها. السلام عليكم يا جدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ام سعيد؟ ازيك يا فرحة؟ ازيك يا حبيبي؟ من لله قلت الحرام انضحك عليها ونعف فلوسك. أنا رأيي يا ام سعيد أشوف لها محامي كبير يحضر مع هنية جلسة النيابة اللي جاية دي، يمكن يقدر يعمل حاجة. ألو يا سعد الباشا، خير؟ والله العظيم. طيب طيب شكرين، وشك حلو على يا ام سعيد، فضيلة المفتي وافق على اعدام نصرة. مساء الخير. مساء النور. ممكن اقابل هارون بيه؟ ايوه. مين حضرتك وعايزاني فيه؟ ادخل. المسجونة نصر عبد الرحمن يا فندم. دخليها. خش يا نصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اقعدي يا حاج. تفضلي. الأستاذ حمدي الإدريسي يما، من أكبر محامين نصر ومتخصص قضايا مخدرات. أنا هحاسبكم براحتكم شوية بعد إذنكم. أنا درست قضيتك بعناية، والحقيقة القضية صعبة، بس أنا حصلت على براءات لموكلين عندي في قضايا أصعب من كده بكتير، وكانوا عاملين بلاوي وطلعوا منها زي الشعرة من العجين. حضرتك عندك أي أسئلة عايز تسألها لأمي؟ طبعاً. أنا قبل ما أخش معاكي في تفاصيل قضيتك وأسألك أي أسئلة، أنا ليا سؤال، سؤال واحد وأحب إنك تجاوبي عليه وبصراحة. على ضوء كلامك هتتخذ إجراءات
لوضع خطة دفاع سليمة لتبرئتك. تفضل يا أستاذ. المخدرات اللي لقيوها في المخزن عندك تخصك؟ قصدي يعني قرار الاتهام من النيابة قرار صحيح؟ على فين يما؟ رايحة فين يما؟ عليها يا الحاجة نصرة بتعاني من أي اضطراب نفسي أو اضطراب عقلي؟ على فكرة ده لو موجود ممكن نبني دفاعنا من النقطة دي. الحمد لله بعنا أرض المصنع وقدرنا نحل أزمة السيولة. مفيش أزمة هتتحل يا أمال طول ما عمتي نصرة متورطة في القضية دي. عشان كده أنا هتكلم مع دكتورة عالية عشان نعمل ترويج للبضاعة بتاعتنا في المصنع. بقولك إيه؟ أنت الأجازة بتاعتك خلصت، أنت لازم تنزل الشغل من بكرة. لما أنا خدت قراري في الموضوع ده ومش هرجع فيه تاني. قرار إيه؟ أنا هقدم استقالتي عن المجموعة. إزاي يعني تقدم استقالتك؟ أيوة. وأنا مش هقدر أحط رجلي في المجموعة طول ما عمتي نصرة مش موجودة فيها. وعشان أنا علشان عشان أنا حاسس إن أنا عاجز. عاجز ومش قادر أعمل لها أي حاجة. وأنت بإيدك إيه ما عملتوش؟ بإيدي كتير. آه. أنت عاوز تهرب من المركب قبل ما تغرق. تفتكر بقى لو العمة نصر عرفت الكلام ده هتقول عليك إيه؟ تقول إنك اتخليت عنها؟ فكر كويس يا سالم قبل ما تاخد أي قرار. ولو على الأجازة أنا ممكن أمديها لك. سيبك بقى من كل الكلام ده، أنت ليك عندي خبر بمليون جنيه هيبسطك ويعدلك مزاجك. مفيش حاجة بجد تبسط ولا تعدل مزاجي يا أمال. خير. سعفاني النجعاوي. مين سعفاني النجعاوي؟ ده واحد قريبنا من الشعب. بيشتغل في مكتب النائب العام. بلغ بابا النهارده ان النائب العام خد قرار باحاله قضيتنا ضد هارون من المحكمه، والكلام ده بقى في اقرب وقت. طب وايه علاقه اللي انت بتقوليه ده بقضيه عميد النصر؟ انا ما عارف الكلام ده، بس ممكن من قضيه هارون دي تكشف لنا حاجات كتير وتبقى سبب في براءه عمتي. جايز. بس الخبر ده سر، النائب العام لسه ما اعلنوش، وما ينفعش هارون يعرف اي حاجه غير لما يحصل. وشعبنا قرروا يعملوا احتياطاتهم تحسبا لأي رد فعل من هارون. نصرة اصحي يا بنتي. يا خال كيفك يا خال؟ بتوحشت هالجو؟ اقعد اقعد. بقالي زمان ما شفتكش. اكده ما تزورنيش؟ اكده الغيبه دي اكده؟ كل شيء بأوان يا بنتي. شفت اللي جرالي؟ عارفه ان الموت علينا حق. معلوم انا عارفه ان الموت علينا حق، بس لما الموت بيبقى في الزور هنا ويبقى قريب بيبقى حاجه ثانيه خالص، بيبقى فزع فزع. خايفة الموت يا بنتي؟ لا يا خال أنا ما خايفاش من الموت، أنا خايفة من مقابلة ربنا. خايفة وقولوا يا رب يبعد عن كل الناس الذنوب يا رب، وخليهم يعملوا خير، يعملوا خير كتير وهم في وسع قبل ما يتقفل عليهم القبر، والحبايب يمشوا والجرايب والعيال، ويبقى كل واحد وعمله. يقولوا يا رب ادينا فرصة تانية ما يلاقوش. عارف يا خال أنا عشت قد ما عشت، عشت كتير بس ما لحقتش. الدنيا عدت عليا كده مات وفتحت خلصت كده كده بسرعة كده ما لحقتش. لو طالت أكتر بكده كنت هتعمل ايه يا بنتي؟ لا كنت هعمل كتير كتير، ما كنتش هضيع وقت.
كنت أسبح أسبح وأذكر أسبح وأذكر وأعمل حاجات جميلة، وكنت طول الوقت أستغفر، وكان لما الكلام يخلص كلام المفيد يخلص أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كنتش أضيع وقت يا خال في كلام فار وحاجات ما منهاش عازة، كنت هعمل حاجات حلوة كثير وخير كثير كثير. كل الخير اللي عملتيه ده ما شايفهوش كفاية؟ لا مش كفاية، مش كفاية أقابل بيه وجه كريم، مش كفاية. عاوزة الباقي أقول أستغفر أستغفر، أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يا رب رحمتك بي رحمتك بي. أنا عاوزة أقول لك على حاجة، أنا خايفة خايفة وقبلت ربنا، خايفة خايفة يا خال، خايفة دعيني دعيني قبلنا عندي دعيني. أدعيلك أدعيلك يا بنتي، استغفر الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. نامي نامي وارتاحي يا بنتي ارتاحي. يا خال إيه كيف أنا اعتذرت للمحامي عن اللي أمك عملته معاه، لكن برضك ما عايزاش ولا محامي تاني دافع عنيها. يعني إيه؟ دمك القاضي حكم عليها بالإعدام وأنا هقدم نقد، بس هحاول إني أأجله سنتين ولا حاجة، ولما القضية تنزل في المحكمة هأجلها كمان سنتين. ولو ما ظهرش دليل أمك هيعدموها؟ يا مرك يا رشيدة، يا مرك يا رشيدة، يا مرك يا رشيد، يا رب يا رب الطف بينا، يا رب يا رب الطف بينا، يا رب يا مرك يا رشيد، يا مرك يا رشيد، يا مرك يا رشيد، يا مرك يا رشيد. مش هيبقى وراكم الاوراق لتثبت ان الارض ارضي؟ ايوه وراني كل العقود. طب ليه ما بتفرجوش عني؟ حتى لو كانت عقود البيع دي سليمه 100% فهي ملهاش اي قيمه على الاطلاق، لان القانون لا يحمي المغفلين. مغفلين؟ يعني انني اطلب الافراج عن موكلتي باي ضمان؟ يا متر مش لما نواجه المتهمه بالقضيه الجديده الاول؟ قضيه جديده؟ قضيه دي السكان اللي بعت لهم شقق الدور الاول والثاني وخدت منهم مقدم للشقق دي، هم مقدمين فيكي بلاغ وبيتهموكي بالنصب. نصب؟ انا ما نصبتش على حد، انا كنت هبني البرج واديهم شققهم. لما تبيع لهم شقق في برج مبني على ارض مش بتاعتك يبقى نصب. يا بركاني والله يا ارضي والله يا ارضي، انت من يا هيبه همدني لحالي. مبروك عليك الكافيتيريا الجديده حوريه. قلتها حاجه تسلبيها وانت غايب عني. زين ما عملتي، بكره اديلك تمنها على داير مليم وتبقى ملكك مش ايجار. قل لي اخبار طليقتك ايه؟ جددوا حبسها. وانت ما خايفش احسن الحكومه تعرف ان انت ورا كل اللي حصل؟ لا اطمني. اطمن ما هنية برضك كانت مطمنه لك لما اتجوزته. هنية دي حاجه تانية. كيف يعني؟ لقمه سهله لقيتها قدامي، لقمه هنية. انت عارف اسناني مسنونه زي المنشار. ايوه وحطيت الفلوس كلها في عدك انت والنصاب صاحبك اللي عامل نفسه صاحب الارض. لا هو خد نصيبه وخفي زي ما طلبت مني. وهنيه دفعت ثمن حبها ليك غالي قوي قوي قوي، حبستها. هي ما كانتش بتحبني. امال بتحب مين؟ كانت بتحب دياب ابويا الله يرحمه. تبقى مجنونه وتستاهل اللي عملته معاها ولا لا؟ بزيادك يا هيمه سيب الصفونيه، وبكفايه اللي خدته من وراها ليا، وخلينا نعيش هنا مبسوطين. باه واسيب ورث ابويا من جد لمين؟
لازم اخلصهم من حباب عنين اللي ربطوني ورموني في الترعة وكانوا عاوزين يقتلوني. كنت ماشي في يوم جراحي جوا قلبي معلمة والدموع على خدي نازلة وعيني ليها مسلمة. كنت ماشي في يوم جراحي الله يسلمك جدي. أيوة والحجة القبرة دي بيسميها كل اسمعش الكلام ده وانا اعمل ايه عارف اللي حصل للحجة والجوز ولدها الله يرحمه بسبب شهادة حاجة شهادة جوزها شهينا الجيري الله يرحمه الله يرضى عنيك الله يرضى عنيك برا لسه ما قدرش استحمل الاقوان استهدف الله يا ودعم ان شاء الله ربنا معه ان شاء الله صلى على النبي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صليت على النبي وصمت وقدمت فروض ربنا وساعة ما عرفت الحجة مصلحة يا الله عاش منين فيك يا رب عاش منين فيك ربنا سبحانه وتعالى خلاه في الظنون وحينجيها ولا فيش حاجه بتبان ايه اصبر يا ام صالح اصبر ما انا صبران اهو ما انا بهبي بيه دلوقتي امسك يا رجب يا نهار اسود كويس هتذبحوا ايوه حط هنا يا رجب ذبحتوه ايوه خلاص طب خشوا عني ما تطهوش ما تطهوش هو في ايه اسكت يا ام صالح لان الجن حضر كيف حضر كيف انا خاف يلبسني وانا ما نطفاش انا ما نطفاش خلي بالك ميمون ابن سليت يا نهار اسود ومنيل انت شايف الورده ما ولعتش في النار اسكت قلت لك اسكت يا ام صالح يا عم ما انا متنيله تاني تاريخي يا نهار اسود الورده ولعت في الميه الورده ولعت في الميه الورده ولعت في الميه سلام قوم من رب الرحيم سلام قوم من رب الرحيم حكم في المحكمة حضورياً في القضية رقم 388 جنايات اسكندرية وبإجماع الآراء على المتهمة نصرة عبد الرحمن خليل بالإعدام شنقاً الباب نصرة قومي معانا خلاص
ايوه قوم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.